لأن معرفة آثار الشيء وعواقبه وأضراره يعطي العبد شيئا من الحصانة منه والحذر من الوقوع فيه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف الفتن ولا يعرف آثارها وعواقبها وعوائدها ربما دخل في شيء منها وتلطخ بها وأضرت بحياته، ثم بعد ذلك يلحقه من الندم ما يلحقه. ومعرفة آثار الفتن نافع للعبد نفعا كبيرا ومفيد له فائدة عظيمة، لأنه من باب النظر في العواقب ومآلات الأمور، وهذا يعد من الحصافة، يعد من حصافة العبد أنه قبل أن يقدم على أمر من الأمور ينظر في عواقبه وآثاره.